منذ أكثر من 53 عاماً يلازم مكبر الصوت حامل راية المملكة العربية السعودية في مدرجات كرة القدم وكبير مشجعيها عاطي الموركي، مايسترو بهجة السعوديين وعنوان الحماس والقوة الذي يبثه في نفوس اللاعبين، الشاهد على كل الانتصارات والانتكاسات منذ المشاركة المونديالية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994. فما هي قصته؟ رصدت عدسات الكاميرات في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بين منتخبي السعودية والأرجنتين رد فعل جنوني لمسن سعودي يتوشح باللونين الأخضر والأبيض ويتفاعل مع كل هجمة سعودية وكأنه لا يزال ابن العشرين من العمر. لمن لا يعرفه، هذا هو عاطي الموركي كبير مشجع المنتخب السعودي. بالطبع كان الانتصار على المنتخب الأرجنتيني له مذاق خاص في نفس الموركي الذي بدأ في ترديدة أهازيجه الشهيرة ومن ورائه الجماهير السعودية، ميسي وينو كسرنا عينه. وأفاد كبير مشجع المنتخب السعودي أنه لم يشك لحظة في تحقيق الانتصار لأن الكرة ليس لها كبير ومن يعطيها تعطيه، ويأمل الموركي أن تكون هذه المشاركة هي الأفضل للمملكة في تاريخ كأس العالم، فالمستوى الذي ظهر به المنتخب السعودي أمام الأرجنتين يعطي الثقة في مزيد من الانتصارات. ولم تتأهل السعودية للدور الثاني إلا في المشاركة الأولى عام 1994 بأمريكا عندما ودعت حينها من دور 16 أمام السويد بالنتيجة 3-1 لصالح السويد. يغيب الموركي عن اللقاء لمساندة الصقور الخضر في الأحداث العالمية ولا حتى القارية منذ المشاركة الأولى للأخضر السعودي في كأس العالم عام 1994 بصوته الذي لا يصمت وحماسه الذي لا يهدأ أبداً، مردداً الأهازيج الرياضية لبث الرعب في قلوب المنافسين واستنهاض الهمم في نفوس لاعب الأخضر، حيث حضر عميد الجماهير السعودية العديد من المنافسات العالمية التي شارك فيها المنتخب السعودي مسجلاً مشاركته رفقة الصقور في 4 نسخ متتالية لكأس العالم من 1994 وحتى 2006 قبل أن يعود ويسجل مشاركته مجدداً في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، فضلاً عن العديد من المنافسات القارية وكؤوس الخليج والدورات الأولمبية. ويشتهر عاطي الموركي بتأليفه للأهازيج التي يرددها في ملاعب كرة القدم السعودية مرتدياً لباساً أخضر وأبيض وحاملاً معه مكبر الصوت، كما أنه دائماً ما يبث التفاؤل لدى الجماهير بتحقيق الإنجاز حتى ولو كان مستحيلاً، حيث تعرض للعديد من الانتصارات والانتكاسات برفقة الأخضر. وكان من أبرز الانتكاسات التي شهد عليها الموركي الخسارة من ألمانيا بثمانية نظيفة في مونديال كوريا واليابان 2002، وكذلك الخسارة بخماسية نظيفة أمام روسيا في افتتاح النسخة الماضية، والخسارة أمام المنتخب الفرنسي عام 1998 برباعية نظيفة. لكن على ما يبدو أن وقت الانتكاسات قد ولى، والتأهل للدور الثاني في مونديال قطر مسألة وقت ليس إلا. وعبر الموركي عن سعادته الغامرة بالتواجد في قطر لمساندة وتشجيع الأخضر السعودي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، وقال: خلال تواجدي في قطر أقف في المدرجات برفقة زملائي رؤساء رابطة الأندية السعودية والمشجعين نهتف للوطن في هذا المحفل العالمي.